استكمالا لمشروعه الذي بدأه سموه في برنامج تطوير وتأهيل معلمي الحضانات في إمارة الشارقة، حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفل تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي لتطوير معلمي الحضانات في الشارقة، والذي يقام بتنظيم من مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع مدرسة فيكتوريا الأسترالية الدولية. الحفل استهل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة من قبل طلبة رياض الأطفال في مدرسة فيكتوريا الأسترالية الدولية، كما قدمت إحدى طالبات حضانات الشارقة كلمة موجزة عبرت فيها عن حبها وتقديرها لصاحب السمو حاكم الشارقة. والذي سلطان ما أنت إلا نبض نعيش به كل يوم باسمي وباسم أطفال الشارقة نجف عن شكر يا أبونا سلطان. شكرا شكرا أبونا سلطان، وضعتنا بين عينيك، صيت علينا جميع فنحن الآن في أمان. شكرا شكرا أبونا سلطان. ثم ألقى السيد دين بايرا مدير مدرسة فيكتوريا الأسترالية كلمة أكد فيها أن التزام صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير وتحسين النواحي الاجتماعية والسلوكية والتعليمية لدى الأطفال أمر ملهم للجميع، حيث نتمنى أن يكون المنتسبون لهذا البرنامج قد استفادوا من هذه التجربة. بدوره أشار سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم في كلمته التي ألقاها إلى أن تطوير أداء الكادر الوظيفي من أهم أولويات المجلس، وذلك من خلال الزيارات الكثيرة داخل الدولة وخارجها لمختلف الدول للإطلاع على التجارب الأخرى، بالإضافة إلى استحداث برامج محلية بالتعاون مع جامعة الشارقة ومدرسة فيكتوريا. الخريجة إيمان النقبي ألقت كلمة بالنيابة عن الخريجين أكدت فيها أن إتاحة الفرصة للإطلاع على التجربة الأسترالية في إطار التعلم لسنوات الطفولة المبكرة يشكل تجربة نموذجية في رعاية وتعليم الأطفال، والذي يرتكز على التعلم باللعب وأهمية اللغة والتواصل وأهمية النمو العاطفي والاجتماعي لدى الطفل. ثم تمت دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لبدء مراسم تكريم خريجي البرنامج والتفضل بتسليمهم شهادات التخرج والتقاط الصور التذكارية معهم. في الختام ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة له بهذه المناسبة قال فيها سموه: نشكركم على هذا الاجتهاد الذي بذلتموه خلال هذه الدورة، وبقدر ما تتقدمون أنتم بقدر ما نفتتح حضانات جديدة في كل منطقة. لا نستطيع أن نبني الحضانات جدرانا خالية أو نوظف فيها أناس ليسوا مؤهلين، فالتجربة جدا مهمة لأنها في بداية تشكيل الفكر الإنساني، في بداية تطور هذا العقل، ولذلك نريدكم أنتم الذين ستقومون بهذه المهمة أن تكون واعين لأصغر الأمور حتى لا يتأثر هذا العقل الذي في فترة التطور. هذه الأشياء الصغيرة، عدم ارتفاع الصوت بين الفصول، عدم إثارة المشاكل بين المدرسات وبين العاملات وبين أي إنسان هناك، يكون الهدوء مطلوبا، لأن هذا العقل في طور يتكون الآن ويتشكل. ولذلك نحن ننظر إليكم نظرة وكأنكم أنتم الذين بأيديكم
تصنعون هذا العقل وتطورونه يوما بعد يوم، ولا بد أن تكونوا على وعي من هذه التجربة. كيف التعامل مع هذه الأطفال؟ كيف الابتعاد عن أشياء ربما كبير السن يظنها عادية لديه، ولكن هذا الطفل حساس يلتقط هذه الأمور. افشوا السلام بينكم، كل من رأى منكم واحدة التقت بأخرى تفشي السلام. الطفل هذا يلتقط هذا الكلام ويبني عليه في مخه الصغير. ولذلك نحن الآن في طور المرحلة الثانية من الحضانات، لكن في نفس الوقت نحن نبني رياض الأطفال. هذه الرياض ستأخذ منا سنتان، نرتقي بعدها إلى الفصول الابتدائية، وكأننا نحن أسسنا جيلا جديدا في الشارقة. هذا الجيل الجديد الذي سيتطور تحت الفكر الصحيح والتربية الحسنة، هذا الفكر أساسه أنتم، بداياته أنتم. انظروا إلى أنفسكم كم أنتم مهمين لمن وضع هذه الخطة ولمن خدم بلده، خدم وطنه. ولذلك أطلب منكم الاجتهاد والاطلاع وعدم ترك الأمور ولو أنها صغيرة، لأنها تؤثر كثيرا. ولذلك نحن الآن سنبدأ هنا التدريب في هذه المدرسة للتعامل مع الأطفال الذين من سن الرابعة إلى السادسة، وهذه كذلك تأخذ منا نفس المدة، ولكنهم مثل ما رأيتم التعامل هنا يختلف حتى من سنة إلى سنة. ولذلك نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه التجربة تجربة رائدة، تبني جيلا قادما إن شاء الله واعيا محافظا على دينه، على مبادئه، على بلده، وفوق كل هذا أن يكون هو في هذه الفترة مطلعا مفكرا، يختار بنفسه ما يناسبه من علم ومعرفة، حتى إذا وصل إلى الثانوية يعرف كيف يختار. كثير من الطلبة لما يصل إلى مرحلة الثانوية لا يعرف ماذا يختار. هنا يتضح لكم أن هذه ظاهرة سيئة، معنى هذا الشخص لا يعرف طريقة. هل هو يكون طبيبا؟ هل هو يكون مهندسا؟ ولا يعرف حتى اختيار الجامعة، ولا يعرف. لكن من هذه التجربة سيلاحظ هو من العطاء الموجود من عندكم أنتم ومن يأتي من بعدكم للمتوسطة والثانوية، يغذون هذا الجيل تغذية صحيحة خالية من أي شوائب. ولذلك نحن نقول لكم أنتم شكرا سلفا، شكرا مقدما. سنحصد إن شاء الله نشاطكم، سنحصد، ولو وجدنا بعض الخلل سنلومكم وسنأخذ الشكر اللي أعطيناكم إياه، نقول سامحونا في شيء من الخبز احترق،
فلذلك اجتهدوا، لأن أنتم الآن على بداية الطريق، فإذا كانت البداية صحيحة يصبح الباقي كله صحيح إن شاء الله. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإلى المزيد من العطاء. شكرا بناتي، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.